السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، معادنا مع حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد. موضوعنا النهاردة هيكون عن برنامج الجلوبال مابر. هندي مقدمة عن أهم مميزات برنامج جلوبال مابر والتطبيقات المختلفة اللي بيقدمها، وفي نفس الوقت إن شاء الله هنكمل سلسلة بعد كده عن التطبيقات بشكل مستفيض. هنحاول نتناول معظم تطبيقات برنامج الجلوبال مابر. اهم ميزه عندنا في برنامج جلوبال مابر ان هو بيدعم فورمات كتير قوي من البيانات، زي البيانات الخاصه بالارك الازري والاوتوكاد وبرامج نظم معلومات الجغرافيا والاستشاره عن بعد زي الانفي والارداس والجيوماتيكا ومعظم البرامج تقريبا يعني المتعارف عليها. برنامج الجلوبال مابر زي ما احنا شايفين عدد كبير قوي من البيانات بيدعمها البرنامج، بنقدر نتعامل معاها. تاني حاجة البرنامج بيقدمها لنا، الإعدادات بتاعته بتشمل على معظم الأنظمة الإحداثية والمساقط الجغرافية المتعارف عليها عالميا، فبيسهل لنا إن احنا بنخش نختار النظام الإحداثي اللي احنا محتاجينه، وممكن نختار الديتامز العالمي أو أي ديتام محلي، وفي نفس الوقت ممكن نضيف ديتام جديد أو نظام إحداثي جديد لو احنا الداتا مش موجود على البرنامج. كمان في ديفولت داتا ممكن نستعرضها على طول بتبقى موجودة مع البرنامج. الميزة كمان المهمة قوي ان يعتبر برنامج الجلوبال مابر مصدر للحصول على البيانات الاونلاين المفتوحة او الاوبن سورس، بتبقى عبارة عن داتا فيكتور وداتا راستر مصنفة على حسب الدول او على حسب نوع الداتا. في داتا خاصة بالأطلس والانفيرومنتال، وفي داتا خاصة بالطقس والمناخ، وفي داتا خاصة بالخرائط الجيولوجية وصور أقمار صناعية وخرائط طبوغرافية ولاند كفر أو لاند يوز، وفي داتا الليدر لبعض الأماكن، وفي الداتا الخاصة بماسا وأنواع كتيرة قوي، وفي ملفات الارتفاعات الرقمية ممكن نحملها بشكل مباشر، ممكن نتعامل معها اونلاين على البرنامج، وكمان ممكن نحفظها بالريزولوشن اللي احنا عايزينه او باعلى ريزولوشن متاح عشان نقدر نستخدمها مع التطبيقات بتاعتنا، واهمهم طبعا الاس ار تي ام فيرجن 1 وفيرجن 3، وفي خرائط طبوغرافيه، وفي الخرائط الخاصه ب الورلد ايمجري او الورلد بيز ماب، ومعظم هذه البيانات بتبقى مجاني بشكل مجاني بنقدر نفتحها على طول او نحملها على طول من البرنامج. زائد ان احنا كمان ممكن نضيف مصدر جديد للبيانات، بيكون عندنا اللينك بتاع السيرفر اللي عليه الداتا فبنضيفه على طول، بنختار نوعه ونضيفه فبينزل معانا المصدر على البرنامج. كمان برنامج جلوبال مابر في تصحيح الخرائط الورقية اللي احنا بنعملها سكان الخرائط القديمة، التصحيح فيه ممتاز جدا وسهل جدا، وبنقدر نعمل ماتش مع داتا اوريدي مصححة. كمان في استخدام نماذج الارتفاعات الرقمية، بنقدر من خلال اعدادات البرنامج ان احنا نعرضها باكتر من شكل على حسب فرق الارتفاعات او على حسب الميول ودرجة الميول، وممكن نضيف احنا اعدادات خاصة بينا نقدر نعرض بيها الارتفاعات. كمان البرنامج بيتيح لنا ان احنا نعرض البيانات بتاعتنا في بيئة ثلاثية الابعاد، ال 3D انترفيس بتاعه ممتاز جدا وسهل الاستخدام وفي اوبشن كتير قوي. احنا كمان في الفيرجن الجديد ممكن نعرض ال 2D وال 3D في نفس واجهة البرنامج، بحيث ان احنا نقسم الشاشة نعرض الجزء ال 2D والريدي ال 3D بريفيو بيتغير معانا مع الريزوليوشن او مع الزوم اللي احنا واقفين عليه. كمان ممكن نعمل دراب للساتلايت ايمج فوق السطح بحيث ان احنا نعرضها مجسمة في بيئة ثلاثية الابعاد، وانواع مختلفة من صور الاقمار الصناعية بنقدر نعرضها على البرنامج، بتاخد الطبوغرافيا بتاعة السطح بتاع ملف الارتفاعات الرقمي زي ما احنا شايفين كده.
كمان بنقدر نعمل بروفايل بس 3D. الباص ممكن نحطه كمان معانا في القايمة في الويندو اللي قدامنا، بيبقى ظاهر معانا في 2D وفي 3D، وظهر قيم الارتفاعات بتاعة الباص اللي احنا عملناه، وبنقدر نشوف كل ما نتحرك على البروفايل بتاعنا بنشوف الماوس على 2D وال3D مكانها فين. كمان البرنامج بنقدر نعمل منه تحليل بالنسبة للبيانات الرقمية الخاصة بالارتفاعات، ممكن نشتق منها خطوط كونتور، خطوط كونتورية زي ما احنا شايفين بنعرضها في ال 2D وال 3D في نفس الوقت. ممكن نشتق منه الدرينج باترن او الدرينج نتورك زي الستريم والدرينج اريا، بينفع اوي في التطبيقات الخاصة بالانفيرومنتال زي ما احنا شايفين. الستريم مع الدرينج اريا ده مشتق من ملف الارتفاعات الرقمي باستخدام برنامج جلوبال مابر. كمان ممكن نستخرج منه او نشتق منه الريدج لاين زي ما احنا شايفين كده. كمان ممكن نعرض معاهم خطوط الكونتور بحيث ان احنا نعرف فرق قيم الارتفاعات زي ما احنا شايفين. كمان البرنامج طوروه جدا، كان في النسخة القديمة ما كناش بنقدر نتعامل مع البيانات الوصفية بشكل جداول، في النسخة من أول فيرجن 19 ابتدوا يضيفوا إن احنا نقدر نتعامل مع البيانات الوصفية في شكل جدول ونقدر نعدل فيها زي البرامج الجايس المختلفة. كمان نقدر نعمل دينستي ماب بسهولة جدا، بنختار زي ما احنا شايفين الملف الخاص بالمدن، وبنعرض حسب خريطة الكثافة للسكان على حسب عدد السكان. كمان نقدر نعمل منه جراف وتشارتس بشكل سريع جدا، نرفقها مع الخرائط بتاعتنا زي الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا. ان شاء الله هنتناول كل ده بالتفصيل في الحلقات القادمة. كمان البرنامج بيتيح ان احنا نقدر نعمل تصدير للبيانات بتاعتنا باكتر من فورمات، معظم الفورمات الشهير. برنامج جلوبال مابر برنامج رائع، برنامج مهم جدا لكل العاملين في مجال الاستشارة عن بعد ونظم معلومات جغرافية. إن شاء الله هنتناول بالشرح في الحلقات القادمة مزيد من التطبيقات بتاعته، وتابعونا. وفي الديسكريبشن مع الفيديو هتلاقوا فيديوهات كنا عملناها سابقا باستخدام برنامج جلوبال مابر. نشوفكم في حلقات تانية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.